بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي دايما بأن شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدأ وجودنا بالحب، فالنفخة من روح الله اللي تهب آدم الحياة كانت قمة الحب، واستمرار وجودنا أيضا لا يتحقق إلا بالحب. كلمنا المرة اللي فاتت عن البرسيبشن اللي هو الإدراك، وكنا قايلين أن الوظائف النفسية لو أنت قاعد في حالة وعي وانتباه ودخل عليك صاحبك أو صاحبتك اللي ما شفتهاش بقالك فترة هتدركها، لأن في أنت في حالة وعي وإيه وانتباه، ولما تدركها في نفس اللحظة هتفتكر اسمها وتفتكر الذكريات اللي بينك وبينها في نفس اللحظة، وده هيعكس مشاعر اللي هي وظيفة الوجدان. يبقى كده وعي وانتباه، إدراك وذاكرة، وبعدين وظيفة الوجدان اللي هي المشاعر اتحركت وادت تفكير موجب تجاه البنوتة اللي انت بتحبها، وده انعكس في صورة السلوك اللي هو حركة وكلام. ده الوظائف النفسية بتوعنا. كلمنا عن الوعي والانتباه والأعراض المرضية اللي بتنشأ منهم، والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن الإدراك اللي هو البرسيبشن. والبرسيبشن معناه انه understanding of a stimulus according to the previous experience، يعني فهم مثير بناء على خبرة سابقة. وأنواع الإدراك زي ما قلتها لكم المرة اللي فاتت، في عندنا إدراك حسي وإدراك مجاوز لحدود الحواس. والإدراك الحسي بالحواس الخمسة بتوعنا البصر والسمع والتذوق والشم والتلامس أو اللمس. واللمس ده بيتألف من كذا حاجة، إما لمس دقيق يتم به التعرف على الحاجات، وقلت لكم ده لما تبقى في الضلمة ومفيش نور وطلعت المفاتيح ومعاك 4-5 مفاتيح بتحسس على مفتاح معين عشان تحطه في باب الشقة يفتح، فانت عملت تعرف من غير ما تشوف، عملته بالتكتايل اللي هو التاتش، وبيبقى فيه البرودة والدفء والألم والضغط والحركة والوضع، كل دي إدراكات حسية بتندرج تحت التكتايل أو اللي هو اللمس. يعني إيه بقى الأعراض المرضية اللي بتنشأ من اضطراب الإدراك؟ في عندنا مجموعة اسمها sensory distortions اللي هي تشوهات الإدراك، ومجموعة تانية اسمها sensory deceptions اللي هي خلل الإدراك. ايه بقى تشوهات الإدراك؟ تشوهات الإدراك يا إما يبقى فيه خلل في حدة الإدراك، يا إما يبقى عالي يا إما يبقى واطي. حدة الإدراك تبقى عالية أو تبقى واطية، أو إنه يبقى فيه تغير في الكواليتي اللي هو شكل الإدراك أو لونه يعني، وتغير في مكان الشيء المدرك او في الوضع اللي هو فيه. دي اللي هي التشوهات اللي الادراكيه، وهي بقى هنفسرها اكتر شويه. ففيه زياده، ودي بتبقى موجوده عند مريض القلق، تبص تلاقي الضوء العالي يبقى حساس له قوي، عايز ضوء هادي، لدرجه انك انت لما تلاقي حد قلقان تلاقيه طفي النور وقاعد في الضلمه عشان يهدى.
فالشخص القلق بيبقى إدراكه للمثير عالي زيادة عن اللزوم، دي الهايبرستيزيا أو هايبوثيزيا، اللي هو في مريض الاكتئاب بيبقى شايف إن الحاجات لو سمع حد بيكلمه يبقى متهيأله إن الصوت جاي من بعيد، وإن كل حاجة كده بيدركها كأن بينه وبينها مسافة. ها؟ ليه؟ لأنه هو عنده ستارة سودة كده نازلة عليه بنقول عليها الاكتئاب. تغير في الكواليتي اوف بيرسبشن، اللي هو التغير في اللون الشيء المدرك. تخيل واحد بيبص على حاجة وعارفها قبل كده بألوانها الطبيعية، وبعدين جاي يبص عليها لقاها كلها لونها أصفر بكل تفاصيلها، أو لقاها لونها أخضر، أو لقاها لونها أحمر. ده اللي هو الزانسوبنيا أو كولوروبسيا أو إريثروبسيا. دول التلات ألوان اللي بيحصل بيهم تشوهات، وده خلل في الإدراك ناتج عن خلل حسي في وظيفة البصر، أو تغير في الوضع أو المكان اللي هو فيه الشيء. فهيبقى فيه يا إما الحاجة ضخمة ماكروبسيا، يعني يشوف القطة كأنها فيل يدركها بشكل مضخم قوي، أو يشوفها بشكل مصغر قوي، فيبقى شايف ابنه الشاب اللي 18 سنة في حجم عيل إيه أو طفل صغير. فده الميكروبسيا دي اللي هي انه يشوف الشيء مدرك، دي بنقول عليها ليلوبيوتين ديستورشن، و او يبقى كانها جايه من بعيد ولكن مفيش تغير في الحجم، يعني مدركه كانها بعيده ولكن الحجم ايه ثابت، يعني ابعد مما هي. يعني اسماء اللي قاعده قدامي دي ادركها على انها هناك عند الحيطه اللي هناك دي، فهتبقى ايه، لكن هي قاعده قدامي هنا، فانا كده ايه الادراك بتاعي فيه خلل في الوضع او في المكان. ايه اسباب الحكايه ديت، اللي هو اسباب الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم في السنسوري ديستورشنز دول؟ يا اما السبب يبقى انه انت في حاله احلام. كتير مننا لما يجي يحلم يشوف قطة على كأنها فيل، أو يشوف حاجة صغيرة، يشوف مثلا صرصار على إنه حاجة ضخمة جدا، ويقوم مفزوع من النوم. فده بيحصل في الأحلام أو في حالة الهلوسة الهلوسينيشنز، أو أمراض الشبكية اللي هي كلمتكم عنها المرة اللي فاتت، وقلت لكم هي دي اللي مبطنة كرة العين من جوه، أو يبقى خلل في التركيز بتاع العين على الشيء المدرك اللي بيتم إدراكه، أو إنه يبقى خلل أو تلف في الجزء بتاع التيمبورال لوب الخلفي، فده بيعمل برضو نفس الحكاية. أو يبقى فيه تسمم بالأتروبين، تعرفين الأتروبين؟ الأتروبين لما يتاخد بجرعات كبيرة يعمل نوع من التسمم، هذا التسمم يخلي الحاجات حجمها ولونها وشكلها يتغير، فده ممكن يحصل فيه. أو الهيوسين بيعمل نفس الحكاية. دي الصورة هي رانيا بتاع المرة اللي فاتت، شايفاها مش مالية الشاشة، شريط، وانا بحبش الصور الشريط دي، بحب الصورة تبقى مالية الشاشة. ايه بقى الاعراض بتاعت السنسوري ديسيبشن بقى؟ السنسوري ديسيبشن اللي هو الاليوجن والهالوسينيشن، ودول بقى الحاجات الاساسية، ودي اللي انتم بتفحصوها في اثناء البريزنت مينتال ستيت اكزامينيشن، بتوري له الالم وتقول له ده ايه، فيقول لك ده ايه الم، فتقول له لونه ايه وطوله قد ايه والمسافه اللي بيني وبينك قد ايه، عشان تشوف
هو بيدرك الحاجات صح ولا بيدركها ايه غلط. فانت بتفحص الايه الفيجوال اليوجن، لكن هل انت بتفحص باقي الحاجات اللي هي انواع الاليوجنز التانية؟ مش احنا عارفين الاليوجنز دي يا اما تبقى فيجوال، يا اما تبقى اوديتوري، يا اما تبقى جاستاتوري، يا اما تبقى سميل اولفاكتوري، يا اما تبقى تكتايل، مش كده؟ مش دي الحواس الخمسه بتاعتنا؟ فالاليوجن لازم يبقى على الحواس الخمسه، لكن احنا بنفحص الايه الفيجوال بس. ليه؟ طب وفي الهيستوري بنسال عن الجاستاتوري، بنقول له لما مراتك تعمل ملوخيه بتشمها على انها بطاطس، مش ده جاستاتوري؟ لو شم غلط يبقى ايه جاستاتوري، والفاكتوري او بيستطعمه يبقى جاستاتوري، يا تيستي يا اولفاكتوري. فهنا احنا ايه احنا الاليوجن والهلوسينيشن دول انواعهم واحده، لانهم الاثنين عن طريق الحواس الايه الخمسة اهم، يا فيجوال يا اوديتوري يا جاستاتوري يا اولفاكتوري يا تاكتايل. لكن هل السنسوري ديسبشن بتقف عند دول بس؟ لا، ده في اذر تايبس اوف ايه اوف هالوسينيشنز. الاذر تايبس اوف هالوسينيشنز دي هنشوفها بعد ما نتكلم عن الاليوجن والهالوسينيشن. طب ايه بقى انواعه؟ الاليوجن هو مس انتربريتيشن اوف ستيمولس، يعني لو شفت قطة وافتكرتها كلب يبقى ده ايه؟ مس بيرسبشن، يبقى ده خطأ في إدراك مثير. المثير موجود لكن أنا بأدركه ايه؟ خطأ. لما واحد يسمع صوت الريح وبعدين يقول اه ده أنا سمعت حد بينده على اسمه، وهو مفيش حد بينده على اسمه، واللي حواليه اللي موجودين معاه في البيت ما حدش سمع الكلام ده، الاول في صوت ريح ولا ما فيش؟ في صوت ريح. ادم في صوت ريح يبقى ده اليوجن، سمع صوت الريح على ان حد بينده على اسمه. ما فيش صوت ريح يبقى دي ايه؟ هالوسينيشن. قلنا انواعها برضو نفس الحكايه، فيجوال اوديتوري جاستاتوري والفاكتوري وتكتايل، اللي هم انواع الحواس الايه الخمسه. طب ايه الامثله بتاعه الفيجوال؟ فيجوال ايه اليوجن. الفيجوال اليوجن بيبقى حالات الخلل في وظيفه الوعي. وانتوا فاكرين لما اتكلمنا عن وظيفه الوعي، فلما الخلل يحصل في وظيفه الوعي يحصل مس انتربريتيشن ويفهم المثير غلط. لو شفنا ست سنها 80 ضغط الدم عندها منخفض وما بتاكلش والدم مش واصل للمخ كفايه وعماله تشوف الحاجات، فتشوف حفيدها على انه ابنها، حفيدها على انه ابنها الكبير اللي سنه 50 سنه والواد سنه 5 سنين، يبقى دي عملت ايه؟ فيجوال ايه؟ فيجوال اليوجن، لان الحفيد موجود. الصورة دي الماسك اشيله، اه كفاية كده صح، اشكرك. هنا الصورة دي بتلف يمين ولا بتلف شمال؟ اهي دي فيجوال هالوسينيشن، وانا جايب لكم الصور دي عشان اوريكم شغل السحرة وانه بيألفوا حاجات عشان يخدعوا البصر. وعشان كده المباراة اللي جرت في السحر بين سيدنا موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون، ربنا بيوصفها بيقول سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله، يعني هما ما غيروش الأشياء، يعني السحر ما بيغيرش الأشياء لكن بيعمل لكم خداع للبصر. وبعدين تقول له ده مرات اخوه عامله له انه يكره مراته عشان عامله له سحر، كتكم خيبه. مفيش حاجه اسمها سحر، السحر ده مجرد خداع للبصر، بيتعمل زي شغل الحاوي،
اهو قدامك اهو خداع للبصر اهو، حد يقول لي دي بتلف يمين ولا شمال؟ طب دي بتلف يمين ولا شمال؟ خداع بصر. فالسحرة شغلهم شغل خداع ايه؟ بصر. ويقول لك بقى ان ده السحر، ربنا وصفه على انه هو سحر لان هو مسمينه كده. حتى بيقول في آية تانية ألقوا حبالهم وعصيهم، يعني دي عصيان ملفوف عليها حبال وملفوفة قوي لدرجة انهم لما يفكوها سنة بسنة العصاية تتحرك لقدام ومصحوبة بالحبال فتبين كأنها تعابين هجم عليه، لدرجة ان موسى لما شافها أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الأعلى. وربنا بيطمنه عشان ايه؟ ما يخافش. فالسحرة نصابين وبيضحكوا عليكم وما زالوا بيضحكوا عليكم لغايه دلوقتي. كل يوم يجيني واحده، اصل انا واحد رجاله يقول اصل انا مسحور يا دكتور، وهو عنده فصام، عنده فصام وبقاله سنين مفروض يتعالج، بيقاوم العلاج ويقول لا انا مسحور، انا مش مريض، انا مسحور، انا عايز حد يفك لي السحر. وجابوا له الدجالين وعملوا بلاوي عشان يتفك السحر، ولا بيتفك ولا بيتنيل لانه اصلا ما فيش سحر. وبعدين لما عندكم سحر كده ما تعملوا له نتنياهو تنسفوه ولا اسرائيل تنسفوه؟ لما انتوا عندكم سحر كده جاتكم خيبه على ده مجتمع مش عايز ينضف، مفيش فايده، مخه مش عايز يتصنفر. زهقت، زهقت بقالي سنين بحارب الخرافات دي ومحدش بيفهم. اتفضلوا قولوا لي دايما مين بيلف يمين ولا شمال؟ مين فيهم بيلف يمين ومين فيهم بيلف شمال؟ طبعا ما فيش حاجه بتلف، لكن هو بيوهمكم انها ايه؟ بتلف اهو. قولوا لي الفيل ده له كام رجل؟ عدوا كده 8 رجول، ينفع؟ برضه خداع بصر، اهو ده جزء من السحر. طب ده بتلف يمين ولا شمال؟ برضه نفس الحكايه. طب دي في الوسط دي اكبر ولا دي اكبر؟ دايره اللي في الوسط، برضه خداع بصر. طب دول الخطوط دي متوازيه ولا متعرجه؟ ها هيشوفوها متعرجه وهي متوازيه. طب ده بقى سقف ولا سطح؟ اهو ده خداع بصر برضه. انا جايب الكلام ده عشان نفسي مخكم يتصنفر وتحاربوا الدجالين وتفوقوا وتخلوا اهاليكم وقرايبكم يفوقوا من الخيبه اللي هم فيها. قاعدين يتكلموا عن السحر انه بيعمل كل حاجه، طب هاتوه يعمل في مفيش، انما يعمل في ستيتا بنت ام محمد يبهدلها عشان هي متخلفه اصلا هي وامها. ماشي، طيب نجيب، هل في امثله للاودوتوري والجستاتوري والالفاكتوري والتكتايل من الاليوجن؟ تعرف تجيب يا محسن مثال اوديتوري اليوجن زي انا ما انا قلت صوت الريح سمعه لانه حد بيسمع بين ده اسم، برافو عليك انت مركز كويس. فاسمع ايه اسمه؟ من خلال صوت الريح، بس صوت الريح ايه؟ موجود، انما اللي حواليه سامعينه صوت ريح، لكن هو الوحيد اللي ايه؟ اللي سامعه على انه حد بينادي على اسمه. وتلاقي ده الراجل العجوز اللي سنه 90 سنة يسمع صوت الريح يقول له يا ابني شوف يا ابني مين اللي بيندي علينا، يقول له يا ابو ما فيش حد بيندي علينا، يقول له لا يا ابني في حد بينادي اهو، بيقول يا حاج محمد شوفه. الراجل الواد يطلع يبص ما فيش حد بينادي يا ابو، انما ده ايه؟ اليوجن، اوديتوري اليوجن. التستنج بقى، التستنج بقى اللي هو التذوق هيبان فين؟ في الاكل بقى. تلاقي اللي عنده نزله برد يجي يستطعم الملوخيه يستطعمها على انها حاجه تانية خالص، فده ايه؟ اليوجن. السميل طبعا مراتك تبقى حاطه برفان وانت جاي مضروب 60 بتاع وقرفان، تقول ايه القرف اللي انت حطاه ده؟ مع ان الست حاطه اغلى برفان وعامله يعني اللي ما تعملش، لكن انت مزاجك الوحش بيلون ادراكاتك وبيأثر عليها.
ساعات تبقى عايز قاعد كده وبعدين ايه ابنك الصغير ولا بنتك الصغيرة شو بتسد حبل كده تروح منطورة على ان ده ايه تعبان وانت فوق الله ده حبل على رجلي فايه فده ده اليوجن بس تكتايل بقى برضه شوف الصورة ينفع ماشي ايه بقى الهلوسينيشنز خلاص احنا كده خلصنا الايه الاليوجنز بانواعها وزي ما قلت لكم انواعها فيجوال اوديتوري جاستاتوري اولفاكتوري اند تكتايل الهلوسينيشنز بقى هي عباره عن ادراك من غير مثير يعني الراجل الولد شاب وبعدين بصيت لقيته ايه جاي يا دكتور اعمل معروف شوف اخويا احسن ده كان هيودينا في داهيه النهارده كان هيموت واحد في الاتوبيس سالت العيان انت كنت هتموت اللي في الاتوبيس ليه قال لي اشتمني وبقول بيشتمني اشتباه قبيح وانا ما استحملش كده ومنفعل جامد جدا قلت لاخوه اللي كان راكب جنبه الاتوبيس انت سمعت حاجه قال ما كانش في صوت في الاتوبيس خالص ولا حد كان بيتكلم يبقى ده ايه ها هلاوي السمعيه وسامع ان اللي وراه ده بيشتمه وبيشتمه في ودنه وهو سامع الشتايم في ودانه الاثنين لانه بيتكلم من ورا قفاه واخوه جنبيه مش سامع اي حاجه ها ولما سامع شتيمه جامده فتدور فين كان هيموت الراجل اللي وراه على اساس انه ايه انه بيشتمه هنا دي ترو ايه هالوسينيشن هلاوس حقيقيه في سودو هالوسينيشن السودو هالوسينيشن دي عباره عن ايه تخيلات وهنضرب امثله عليهم الاثنين دلوقتي لكن ايه اسباب الهلاوس او causes of hallucination ممكن اللي ورا بيتكلموا ليه انتوا اللي هناك الاثنين دول تحبوا تطلعوا برا ولا تقعدوا ساكتين انت يا فند انت ايوه انت ايوه انت اقف يا تطلع برا يا تقعد ساكت ف سيفير ستيتس ايموشنال ستيت يعني حاله انفعاليه شديده جدا ده سبب للهلاوس او الايحاء او خلل في اعضاء الحس او حرمان حسي فاكرين لما اتكلمنا عن الادراك اتكلمنا عن الحرمان الحسي وقلنا انه العقل البشري لا يحتمل الحرمان الحسي ولما بيتحرم بيبتدي يكون هالوسينيشنز او يكون هلاوس عشان يعوض غياب الاستيميولاي لانه ما يقدرش يعيش من غير استيميولاي فيكون هلاوس عشان يعيش فيها والدماغ يشتغل مع انه بيشتغل غلط لكن بيشتغل من كتر حرمان حسي هو عايش ده sensory deprivation طبعا الخلل في اجهزه الحس بيبقى السبب الخلل نفسه بيوري الحاجه مختلفه او ما بيوري بيشوف حاجات ما هياش موجوده وقلت لكم المره اللي فاتت وريتكم العين وريتكم السائل الزجاجي اللي موجود في العين وريتكم شرطه كده او كوس كده وقلت لكم الكوس ده بيبان في الزاويه اللي قصاده على انه شايف حاجه وبعدين لما يبقى في ظلمة في النور بيبان على انه اسود حاجة سودة وبعدين المريض يشتكي انا شايف دبانة سودة قدامي هنا وما بتروحش او خطوط سودة وبعدين لما يبقى في الظلمة يشوفها على انها ايه بيضة فيتحرك في الأوضة يلاقي ايه حاجة بيضة في الظلمة بتنور وماشية عمالة تتحرك زي ما يتحرك يقول لك بس او ده ايه العفريت وهو العفريت ولا نيله ده خلل في عينه هو اللي عامل الحكايه دي فشايف حاجه هي ايه مش موجوده بسبب خلل في العين طبعا السيفير ايموشنال ستيت
لما مريض اكتئاب شديد قوي او مريض فصام او فصام وجداني، يشوف حاجات ما هياش موجودة خالص متوافقة مع الوجدان او المشاعر بتاعته. ال disturbance of central nervous system طبعا، لان الجهاز العصبي المركزي هو اساس محور الرؤية وكل المسارات البصرية والشمية والسمعية و فأي خلل فيه هيعمل هلاوس او الفصام. طبعا مشهور قوي ده بحدوث الهلاوس. هل نقدر نميز بين الترو هالوسينيشن والسودو هالوسينيشن؟ السودو هالوسينيشن ديت منساش العسكري الامن المركزي اللي جالي وانا في عيادة مستشفى الحسين، وكنت ساعتها نايب، وقال لي يا دكتور، جايبينه بقى 2 زمايله، يا دكتور ده عمال يقول حاجات غريبة وإيه اللي حصل؟ قال يا دكتور أنا قاعد في السجن، حبسني، واخد حبس في السجن بقالي فيه 2 أسبوع، بس وأنا قاعد في السجن بلاقي نجاة الصغيرة قاعدة لي على الشباك وعمالة تغني لي القريب منك بعيد والبعيد عنك إيه قريب. الله، نجاة الصغيرة قاعدة لك على شباك السجن اللي هو عند السقف وعمالة تغني لك كده؟ قال لي آه. وساعات يا دكتور أسمعه عبد الحليم، ألاقي عبد الحليم عمال يقول لي فوق الشوق مشاني زماني، قال لي تعالى نروح للحب، وإيه ويحكي لي أغنية عبد الحليم. هل دي سودو هلوسينيشن ولا ترو هلوسينيشن؟ ها؟ ترو؟ هل هي هلاوس حقيقية ولا هلاوس كاذبة؟ هنشوف الفرق بين الاثنين دلوقتي، لأنه دي بقول لك حد قاعد على الشباك اللي قرب السقف، ها؟ وبعدين لها مواصفات مش واضحة ومش شكل محدد، كأنها خيال كده، هو في نفس الوقت وبتتغير حسب ما هو ايه عايز، بيستدعيها وقت ما هو عايز عشان تسليه. يبقى دي حقيقية ولا كاذبة؟ هنشوف اهم. ادي الهلاوس الايه الكاذبة اللي هي سودو، اهي لها وجود خارجي نجاة، موجودة نجاة وعبد الحليم موجودين، لكن هل هم موجودين بالشكل اللي هو شايفه والصورة واضحة ومحددة؟ ما هياش واضحة ولا كاملة ولا محددة بشكل كافي. هل هي موجودة في مكان حقيقي ولا في حد كده؟ يعني نجاة ممكن تقعد على الشباك اللي قرب السقف ده وتغني له؟ هل ده معقول يعني منطقي ولا ده خيال؟ ده خيال، لأنها قاعدة في مكان غير ما ينفعش حد يبقى واقف فيه ولا قاعد فيه. يبقى وبعدين بتظهر حسب الايه؟ حسب الرغبة، يعني مزاجه، يجيبها وقت ما هو عايز، وغير عبد الحليم وقت ما هو عايز، ونجات زي وقت ما هو عايز. دي السودو ايه؟ هالوسينيشن. ما تتنسيش كده. الترو هالوسينيشن بقى لها وجود حقيقي، مش بس كده، وواضحة ومحددة المعالم، ويوصفها بالتفصيل، الخطوط بتاعتها واضحة ومش في الهوى، في مكان حقيقي، ها، سواء على السرير او على الارض او واقفة على الباب، ومحددة واضحة قوي، وما هياش طبقا لرغبته، ده مفروض عليه. نوع شد ودن علي، شد ودن علي، شد ودن علي عشان يصحى، لانه دلوقتي هيحلم وهيشوف هلاوس، وبعدين يقول انتوا السبب، فوق يا علي. ماشي، فده الفرق بين السودو والايه والترو. ادي عسكري الامن المركزي. في واحده ست كانت مطلقه وايه ونفسها تتجوز قوي، فكانت كل ما تدخل في السرير بتاعها وهي نايمه تشوف رجاله عمالين يلفوا حوالين السرير،
طب جم منين دول يا ست؟ انت مش قافله الباب؟ قالت اه قافله باب الشقه علي. امال دول جم منين؟ سايب الشباك مفتوح ممكن حد يخش منه؟ لا مش سايباه مفتوح. طب انت بتشوفيهم بشكل واضح كده وتقدري توصفي لي شكل كل واحد فيهم؟ لا يا دكتور بالتقريب كده يعني، بس بلمح خيالاتهم كده وهم بيلفوا حوالين السرير. ده بقى الجعان يحلم بايه؟ بالظبط كده، فهي بتحلم بسوق العيش لانها عايزه ايه؟ عايزه راجل تتجوزه، فبيلفوا حوالين السرير الرجاله وهم لا فيه رجاله ولا فيه نيله. جينا بقى لايه؟ لمشكله بتحصل لكتير من البنات، وبعدين يجيبوا لها الدجال عشان العفريت متجوزها وبيمارس معاها العلاقه الجنسيه، ومفيش حد هيحوش العفريت غير ايه؟ اللي هيقعد يقرا لها قران ويعمل لها مش عارف ايه وايه والكلام اللهبل ده. طبعا مفيش الكلام ده، ودي كلها ايه؟ هلاوس ايه؟ كاذبه. هي بتحسها وتعيشها بخيالها، لان دي كانت عانس ومش متجوزه. وبعدين الخيبه بقى انها ايه؟ لعبت بحاجه قطعت غشاء الايه؟ البكاره، فبقت كل ما حد يتقدم عشان يتجوزها خايفه من انه يكتشف انها ايه؟ مش بنت، ولا اخوات صبيان اتنين رجاله اكبر منها عايزينها تتجوز ما بتتجوز. بس تعمل ايه بقى؟ هي قاعده مع امها وهم متجوزين قريب منهم يعني، فتدخل تقفل على نفسها الاوضه وتعيش انها بتمارس جنس مع واحد. وبعدين امها تسمع الاصوات تقول ده معاها جوه العفريت جوه بيعمل العلاقه الشرعيه معاها. الله، طب والكلام ده يا دكتور احنا جبنا لها المشايخ وبتاع ما عملوش حاجه وما بتخفش. فجم بيها، فطبعا قعدت معاها شويه جلسات كده فكشفت الحقيقه انها مفبركه الحكايه عشان غشاء البكره اللي اتقطع، فمعيشاهم في فيلم انها ايه؟ متجوزه عفريت، وان العفريت ده بيمنعها من انها تتجوز اي حد، وانه اهو بالاماره بتدخل الاوضه بينام معاها وبتعمل اصوات كانها واحده منايمه مع ايه؟ مع راجل. ومعيشاهم في الدور ده والحكايه كلها ايه؟ فبركها منها. بيحصل بقى ده كتير مع كتير من البنات، انها يبقى عندها الرغبة فتحس حاجة في وإفراز وحاجات كده، ومع إحساسها بالإفراز تبتدي تحس كأن حد نايم معاها، فتتخض وتنفزع وتبتدي تقول إيه الحقوني ده فيه حاجة وبحس حاجه. فيجيبوا لها الدجال يؤكد لها بقى ان هذا ايه؟ عفريت من الارض عاشق لها، وانه عشان يخرج من جسمها لابد ان هذا الايه؟ الدجال يختلي بيها ويعمل ويعمل ويعمل. وطبعا كانت امها بتقعد على الباب وهو بيعمل يعمل لها احتكاكات جنسيه عشان تعمل لها اشباعات وتخليها تتبسط. وعاشت على كده سنين لغايه ما جابوها لي. طبعا اكتشفت المصيبه دي والام قاعده حرصلها. طيب على اي الاحوال المجتمع فيه بلاوي متلتله وكلها بتنسب الى العفاريت. قولي عندك عفريت انت اخرى؟ حضرتك قلت الاحلام والسر ده؟ ايه قلت الاحلام؟ لا طبعا انا اتعاملت معاها هي من خلال انها تفوق وتسيطر ويعني تعرف نفسها كويس وتساعد نفسها دون انهم يعرفوا حاجه. كانوا هيذبحوها. مش قلبك عليها؟ بتعملي زيها؟ طيب خلاص شكرا. ايه انواع الهلوسينيشنز بقى؟ احنا اتكلمنا عن انواع الاليوجنز، ودلوقتي عرفنا الهلوسينيشنز وعرفنا الترو والسودو. انواع الهلوسينيشنز طبعا طبقا لايه؟
للعضو الحسي المدرك بالهلوسة، ففيه فيجوال أو إديتوري اللي هو بصري أو سمعي أو شمي أو تذوقي أو تكتايل، اللي هم الخمس حواس بتوعنا الهلاوس بتدرك بيهم، وهم دول أنواع الهلاوس. بس الهلاوس الشمية والهلاوس التذوقية بتبقى رزلة قوي والعيان بيبقى متضايق منها، لكنها لحسن الحظ ما بتجيش في عيانين كتير. الغالب يا إما أوديتوري وده الغالب قوي، والأقل منه الفيجوال، لكن الجستاتوري والأولفاكتوري قليلين اللي هم الشم والتذوق، لكنهم بيحصلوا في حالات الفصام وفي حالات الاكتئاب الشديد، وفي نفس الوقت حالات الصرع أو النوبات الصرعية. في عندنا بقى نوع مهم قوي اللي هو بنقول عليه هلاوس متوافقة مع الحالة الوجدانية. فالهلوسة تبقى في اتجاه الحالة الوجدانية، فلو العيان حزين تبقى الهلوسة بتاعته في اتجاه الحزن، ولو العيان مبسوط تبقى في اتجاه الانبساط، حسب المود بتاعه. ودي بنشوفها في حالات البايبولر، العيان بتاع البايبولر تبقى الهلاوس بتاعته ماشية مع الوجدان والإفوريا بتاعته واللخبطة اللي هو فيها، أو incongruent يعني إنها تتعارض مع الحالة الوجدانية وتبقى مناقضة لها، ودي طبعا أسوأ لأن تتعارض الوظائف بتاعة النفس مع بعضها، فهذا ينبئ بأن التنبؤ بالحالة المرضية سيء، أو أنه الهيبناجوجيك اللي هي هلاوس الدخول في النوم. كتير مننا لما يجي يدخل في النوم كده يروح شايف حاجة كده وبعدين يقوم مخضوض وصاحي. وعندي بتحصل بقى أكتر لما واحد يبقى خلاص في تعبان قوي والدم مش واصل للمخ كفاية، وبعدين خلاص هو بيموت، فيبتدي يبتسم وكأنه بيكلم حد يعرفه، فيقول لك ده شايف مكانه في الجنة والملائكة بتستقبله، وكل ما هم بعالم بقى عايزين يطلعوا بهم من أولياء الله الصالحين، فلازم يبقى ده كان بيبتسم وبيكلم حد، وأكيد الملائكة دول كانوا بيستقبلوه، فطبعا ويعملوا حواليها فيلم بقى، وطبعا هي هلوسة عشان المخ مش شغال صح، فبيستقبل حاجات ما هياش موجودة وبيستجيب لها مود كونجروينت. فطبعا ده نوع من الهلاوس. احنا بقى واحنا نايمين او بندخل في النوم بنشوف بعضنا بيشوف الهيبناجوجيك هالوسينيشن اللي هي هلاوس الدخول في النوم، او وهو طالع من النوم. ساعات حد يقول لك يا دكتور انا اول ما اصحى كده الاقي كان الناس واقفه قدامي كده، اقول له واضحين؟ يقول لا ما بيبقوش واضحين قوي. طب لما بتنور النور بيستنوا؟ يقول لما بنور النور بيختفوا. يبقى دي هلاوس، بس هلاوس حقيقيه ولا كاذبه؟ مش باينين قوي، فتبقى هلاوس كاذبة. ايه بقى انواع؟ في انواع اخرى من الهلاوس، يعني هل الهلاوس هي بصرية وشمية وتذوقية ولمسية وجستاتوري وشمية بس، ولا في انواع تانية؟ لا، في انواع تانية وانواع غريبة قوي هتتخضوا منها. يعني حد يحس ان في الم عميق قوي في مصارينه وهو ما فيش ألم ولا حاجة، ويعملوا له أشعاعات ومش عارف وهو عايش في إن في ألم في مصارينه، ده بيبقى في حالات الفصام المزمن بيبقى موجود، وبيدعي ده طول الوقت ويتعمل له سونار ومش سونار وكلام من ده وما فيش أي حاجة فيه خالص، أو إنه يحس إنه بيغوص في الفراش كده، يعني هو بيجي ينام حس كده إنه كأنه
بيغرق بينزل في بحر كده وبيتوارى فيه كده، بيغوص في الفراش، ودي موجوده في حالات الايه الهذيان الارتعاشي بتاع الكحوليات. طبعا انتوا عارفين الكحوليات وانها في الانتوكسيكيشن بتعمل ايه، ديليريوم تريمنس. طبعا في سنس اوف بريزنس اوف اذر بقى، يعني في ناس يقول لك ايه، انا حاسس ان في حد معايا في الاوضه وهو ايه لوحده، بس حاسس ان معاه حد معاه في الاوضه. وفي نفس الوقت ده بيحصل في حالات ايه بقى، الجماعه اللي عندهم هستيريا، وطبعا ما شاء الله احنا عندنا الشعب المصري يعني الهستيريا فيه ما تعدش، او في حالات الاورجانيك كيسز دي قليله لكن الهستيريا هي الاكثر طبعا، او في حالات الفصام برضو دي قليله انما الهستيريا اكتر. يجي لك عيانين في العياده يمكن كل يوم اتنين تلاته، يعني لما تعد في الشهر تلاقي 50 واحد مثلا جولك الشهر ده، وكل واحد فيهم يقول لك انا بحس ان حد فيه معايا في الاوضه وماشي ورايا، او بينفخ في قفايا، بينفخ على قفايا. فانكشنال هلوسينيشن دي بتيجي ايه من استيمولس، والاستيمولس زي اللي هو كنا بنقول عليه بتاع صوت الريح. صوت الريح سمع فيه حد بيتكلم عليه، ها، لكن اللي معاه مش سامعين هذا الحد، واصلا ما فيش صوت ايه ريح ولا فيه ريح من اصل، يبقى ده اسمه ايه، هلوسينيشن طبعا لانهم بيتكلموا عليه. فيعني اذا هي هلاوس ايه حقيقيه، وهلاوس هو معني بيها. الريفلكسيف هلوسينيشنز دي او اسمها ساينثيزيا بتبقى شعور، حد مثلا يحس بالالم لما حد يكح جنبه، لكن اللي جنبه ده ما بيكحش، يبقى ايه، هلوسينيشن. طب اللي جنبه بيكح بس هو كان مفروض يسمعها كصوت مختلف، لا هو سمعها ايه، حاسسها كايه، كعالم، يبقى هنا دي ترو هلوسينيشن مش اليوجن. لو سمعها كصوت، لو سمع كحة كصوت حد بيشتمه ولا اي حاجة، يبقى ده ايه، اليوجن. لكن لما يسمع الكحة يقوم يجي له ألم في جسمه، يبقى ده ايه، هلوسينيشن. طبعا فيه هلوسينيشن اوتسايد اللي ايه السنسوري فيلد، زي ايه، يقول لك واحد يشتكي لك كده، يا دكتور انا بحس ان في حد ماشي ورايا، انا قاعد لوحدي في البيت بس بحسش ان حد ايه ماشي ورايا، مش بحس. بتشوفه؟ بشوفه وبحس بوجوده وهو وراه. هيشوفه ازاي وهو وراه؟ مش هيشوفه طبعا، بس هو ده هلوسه. الفانتوم ميرور ايمج ده عيان يبقى واقف كده ويشوف نفسه في مراية والمراية اصلا مش موجودة، يبقى ده ايه، شايف نفسه في مراية والمراية مش موجودة، يبقى ده ايه، هلوسة. فدي هلاوس كأنه بيبص في مراية، ودي بتحصل في حالات الفصام وحالات الديليريوم او حالات الاوكسيبيتو بارايتال ايبيليبسي اللي هي منطقة البصر والحس في المخ. نيجاتيف اوتوسكوبي اهو ده بقى يبص في المراية ما يشوفش نفسه، ده ايه، حاجة مختلفة من الهلاوس. هو بصص في المراية مفروض يشوف نفسه في المراية، مش شايف نفسه كده، ده اورجانيك ليجن في الدماغ. انترنال اوتوسكوبي واحد يبص في المراية بدل ما يشوف صورته في المراية يشوف المعدة والامعاء والمريء والقلب والرئتين والكبد، ده بيشوف الاحشاء، يبقى ده ايه، هو في حد فيكم يبص في المراية يشوف الكلام ده، ولا ده راجل عميق وفيه سر جامد جدا لدرجة انه يعني بينظر الى نفسه بجهاز يكشف
الفسرة بتاعته أو الأحشاء بتاعته هل ده واقعي ولا ده خلل؟ طبعا ده خلل. Somatic hallucinations ده بيستقبل الحاجات الجسمانية في جسمه، ودي غالبا حاجات حشوية يستقبلها على انها اعراض مرضية. الديبرسوناليزيشن طبعا في ناس يقول لك انا دكتور بحس ان انا متغير، ده اللي هو اختلال الانية ديبرسوناليزيشن. تقول له متغير يعني ايه؟ يقول لك احس كأن انا في حلم كده، او كأن انا ببص على نفسي من مكان بعيد وببقى مستغربني، ومش بس كده يا دكتور، ده انا ببقى مستغرب الدنيا اللي حواليا كمان، بتبقى هي كمان متغيره. اهي دي الديرياليزيشن. ودول الاثنين اصحاب دايما، يجوا الاثنين ايه مع بعض، وبيجوا كويس قوي بشكل واضح عند العيان اللي عنده سيفير ديبريشن، لو عنده اكتئاب شديد جدا. تريننج فينومينا بيحس ان الحاجات بتمشي كانها بتتحرك في ايه؟ في عطر ورا بعضها، ولكنها بتتحرك في ايه؟ متباعده عن بعضها. دي اسمها تريننج فينومينا، والحاجات ما بتتحركش. لكن مثلا يبص الدكاترة وهم قاعدين كده، لبكر ومحسن ونمكي واحمد، يبص عليهم كأنه ايه، بكر بيتحرك كده، وبعدين بعدين بكم متر بيتحرك محسن، وبعدين وهم قاعدين زي ما هم. فده اسمه ايه؟ تريل فينومينا. في اجنوزيا، اجنوزيا يعني يبقى فيه حاجة حسية في صوت يا أسماء في الميكروفون. فبيبقى في جزء بيدركه، المفروض انه يدركه كحسي او كمثير حسي، ما بيدركوش، ما يقدرش يدركه او ما يقدرش يتعرف عليه، عشان كده بنسميها اجنوزيا. وده من غير ما يبقى فيه خلل في المخ بتاعه، ولا فيه خلل في قشرة المخ. طبعا بيبقى موجود في ايه؟ في حالات فيها ضغوط نفسية انفعالية، وبيبقى موجود في الفصام وفي القلق والاكتئاب. ده اللي هو الأجنوزيا دي، ان يبقى فيه مثير حسي مفروض انه يدركه وهو ما بيدركوش، بيحصل في الحالات دي. لكن في نوع تاني بقى اسمه انوزوجنوزيا، ده بيتجاهل اضطراب جسماني عصبي موجود فيه، ما يعرفش يدركه ولا يعرف يحسه. السوماتوباجنوزيا ده ما يقدرش يتعرف على جزء من جسمه، يعني مثلا دراعه الشمال، تقول له دراعك الشمال فين؟ برضه ما يعرفش ايه، ما يقدرش يتعرف عليه. فده اسمه ايه؟ سوماتوباجنيزيا، او يقولوا عليها اوتوباجنيزيا برضه. الاستريوجنوزيس ده انابيليتي تو ريكوجنايز تاكتايل ستيمولس، ده اللي هي الاستريوجنوزيس. يعني بقول له بمسك ايده واعمل فيها احساس، الاحساس ده ما يقدرش ايه يدركه او يقدر يتعرف عليه. اشكه بدبوس، ما يقدرش يتعرف على شكة الدبوس. البروسوب اجنوزيا اللي هو انه ما يقدرش يتعرف على وش اي حد، مع انه هذا الحد هو ايه، هو عارفه كويس، لكن ما يقدرش يتعرف على وشه خالص. هل في انواع تانية من الهالوسينيشن بعد كل اللي قلناهم دول؟ ده هلاوس كتير قوي، ايه الحكاية؟ ده فيها هلاوس غريبة الشكل قلناها. في انواع تانية للهالوسينيشن، والانواع ديت اللي هي حد يجي يقول لك انا بسمع صفارة، فدي بنقول عليها elementary
simple experience، يعني دي حاجة هلاوس بدائية كده، مش متشكلة ولا واخدة صوت أي حد ولا واخدة صوت خالص. إنما الكومبليكس هالوسينيشن اللي هي واخدة صوت محدد بيسمعه، بيسمع اتنين بيتكلموا عليه، وهنشوف أمثلة لدول دلوقتي حالا. يعني واحد شايف حبل في الركن، ولكن الحقيقة إن ده مش حبل، ده يبقى إيه؟ قولوا ها؟ هو شايف تعبان في الركن لكن الحقيقة هو إنه حبل، يبقى ده اسمه إيه؟ إليوجن، اللي هو إيه؟ خطأ إدراك، مش كده؟ طيب، في واحد سامع بعض الناس كده بيتكلموا عليه وبيقولوا عليه حاجات خاصة به، هو بيتكلموا فيها وهو سامعهم، لكن اللي معاه في الأوضة مش سامعين حاجة، هو بس اللي سامع، يبقى ده إيه؟ ها؟ ريال أو ترو إيه؟ هالوسينيشن. لكن الترو هالوسينيشن دي لها نوع اسمه إيه؟ ثيرد. يعني إيه ثيرد بيرسون؟ يعني الاثنين أو الثلاثة الرجالة أو الثلاثة أفراد اللي بيتكلموا بيقول له واخد بالك من صاحبك، صاحبك ايه عامل مش عارف ايه النهاردة، وبعدين مخبي ايه فين، وبعدين على فكرة هو بيدبر حاجة، وعمالين ايه يتكلموا مع بعض، فبيتكلموا عليه على انه هو شخص تالت. احنا عندنا الشخص الاول هو انا المين المتكلم، الشخص التاني هو انت المخاطب، الشخص التالت هو الشخص اللي ايه الغائب. فلما يتكلموا اتنين عنه يبقى هو as a third person، لكن لما حد يوجه له حاجة ويقول له أنت كذا يبقى ده as a second person. ها؟ وده عادة ده بيحصل، وده بيحصل كهلاوس في حالات الفصام، بيجي المريض يقول لك بيتكلموا عليا وبيدبروا وأنا بسمعهم وبشوف الكاميرات وهم بيحطوها والكلام ده كله، ده إيه؟ ده بيتكلموا عليه يبقى هو اذا ايه الثيرد بيرسون، انما بيوجهوا له كلام وبيشتموه يبقى ده ايه سكند بيرسون. واحده ست بتشتكي من انه انها بتشوف الجيران لما يبصوا لها، يبقى هي كده ايه كانهم بيعلقوا على لبسها او على الفستان اللي هي لابساه، ده يبقى ايه؟ ها؟ ريفلكس هالوسينيشن. يعني ايه؟ يعني هي سمع صوتهم بس بتفسره بشكل مختلف عن ما هم بيقولوه. احنا بقى بنلخص الكلام اللي احنا قلناه ده كله في سنسوري ديستورشن وسنسوري ايه ديسبشنز. والسنسوري ديستورشن اللي هو زيادة الإدراكات أو زيادة حدة الإدراكات أو تغير في لونها أو تغير في المكان بتاعها، ده sensory distortion. وأما sensory deception فعبارة عن نوعين اتنين اللي هما الإليوجنز والهالوسينيشن، مش كده؟ اللي هما خطأ التأويل والهلاوس. وخطأ التأويل والهلاوس أنواعهم هما الخمسة بتوع الحواس الخمسة اللي هم فيجوال وأوديتوري وجستاتوري والفاكتوري وتكتايل. وبعدين فيه أنواع أخرى من الهلاوس اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي بيبص في المراية ما يشوفش نفسه، واللي بيشوف نفسه من غير مراية، واللي بيبص في المراية يشوف أحشائه، وكل الحاجات دي هي الأذر تايبس أوف هالوسينيشن. وأعود بكم إلى قاعتنا الجميلة وإلى نيل مصر العظيم وعلى ضفافه قاهرتنا الجميلة وإلى آثار مصر العظيمة، وأشكركم.